ناخد اكزامبل تاني ويشتغل فيه برضه بروبرتي، ونعيد كده التفكير في الموضوع وناخد الجديد ان شاء الله على الموضوع او نستكمل الفكره. فعلى نفس المنوال طلب مني ان انا اعمل كلاس اسمه سيركل واحط جواه شويه حاجات من ضمنهم بروبرتي وتخلص ماشي توكل على الله. يعني واحنا جينا عملنا دخلنا 20 ومسحنا الكلام ده كله، مش محتاجين كل الكلام ده. قلت له خلاص احنا هنعمل كلاس اسمه سيركل، تمام؟ وادي الكونستراكتور بتاعه. قال لك الكونستراكتور لازم يستقبل كميه نص القطر اللي هي الار كوسيط، يعني باراميتر او ارجمنت، يعني بمعنى وسيط. ساعات في بعض الناس بتقول كده ماشي. يعني من الاخر انا هستقبل هنا حاجه اسمها الايه؟ الار، صح كده؟ واجعل الوسيط ده يظبط قيمه نص قطر افتراضيا على واحد، يعني خليها الديفولت بتاعها واحد. فكده الديفولت بتاعها بقى واحد، يعني لو بعت ماشي ما بعتش بقى بواحد، تمام؟ ده الطلب الثاني. الطلب بعد كده قال لي اعمل بقى خاصيه. طبعا هنا طبعا احنا محتاجين نعمل سيلف ار بتساوي الار، تمام؟ تمام. قال لي اعمل خاصيه للقراءه فقط، ريد اونلي، بالاسم باي، اللي هي بترجع الرقم الكسر اللي هو 22 على 7. قلت له ماشي. يعني هو عايز جيت بس مش عايز ايه؟ مش عايز ست، مش عايز ست. طبعا هو مش عايزنا نستخدم دلوقتي اي حاجه من الحاجات اللي هي الجاهزه اللي هي بتاعت الماس. فقلت له سيلف دوت اندر سكور اندر سكور باي، تمام؟ وقلنا ليه بتساوي 22 على ايه؟ على 7. طبعا حطيناها جوه مين؟ حطيناها جوه الكونستراكتور بتاعنا، بس دي حاجه اساسيه، بس هيعمل لها خاصيه للقراءه فقط. فاحنا عملنا 2 اندر سكور، وهتكلم على موضوع 2 اندر سكور و1 اندر سكور والكلام ده، يعني هل في فروق ولا هتبقى في استفاده ولا لا؟ القراءه فقط. طيب يبقى انا هعمل فانكشن ثانيه ديف اسميها جيت، لان القراءه فقط هي جيت. جيت باي، وكل اللي هتعمله جيت باي ان هي هتعمل ايه؟ هتريتيرن الاندر اللي هو سيلف دوت اندر سكور اندر سكور ايه؟ باي، صح كده ولا ايه؟ نعم. هو طلب مني ايه؟ تريتيرن بس ما اقدرش اغير. بعد كده قال لي نعم اتفضل. اتفضل يا دكتور، اتفضل. وبعد كده قال لي اعمل بقى فانكشن للاريا وفانكشن للبيرميت. ماشي. قلت له مفيش مشكله، ده الفانكشن بتاعت الاريا. طبعا احنا نسينا فوق السيلف، صح ولا ايه؟ ما تنسوش، هي دايما بتتنسي يعني. سيلف و دي بتحسب اللي هو العلامه دي، طبعا علامه الباي اللي احنا اصلا موجود عندنا، مضروبه في ار تربيع. قلت له الار موجود عندنا. قلت له خلاص، يعني هي سيلف بس مش محتاجه مننا اي حاجه تاني عشان تشتغل. وهتريتير ايه؟ الباي. قلت له خلاص الباي دي اللي هتبقى سيلف دوت اندر سكور اندر سكور باي. بتاعتنا ضرب ار. قلت له ضرب ار. ار بالنسبه لنا سيلف دوت ار، صح؟ و اس 2 يعني اس 2 مش مشكله. هل فيها كده اي مشكله؟ حولنا الاريا بتساوي باي، ادي الباي ضرب الار اس 2، مش اي مشكله خالص. هديفاين فانكشن ثانيه اللي هي البيرمتر. الفانكشن دي هتاخد اول حاجه طبعا السيلف، هي طبعا بتعمل 2 في باي في ار، فمش محتاجه مننا اي انبوتس يعني اي ارجيومنتس. قلت له خلاص هي هتريتيرن 2 ضرب الباي اللي هي سيلف دوت اندر سكور اندر سكور باي ضرب الار اللي هي سيلف دوت ار.
كده خلصنا الكلاس بتاعنا، وبعد كده قال لي انشئ برنامج يستخدم السيركل كلاس دي اسمه كلاينت كود. يعني نستخدم الكلاس اللي احنا عملناه. اولا هل الكلاس اللي احنا عملناه يا شباب في اي حد هاي شباب الكلاس ده اسمه سيركل، عملنا فيه كونستراكتور. الكونستراكتور كان بيحتوي على اثنين كلاس اتريبيوتس الار والباي، والار ليها ديفولت ممكن تبعت ممكن لا از ارجيومنت للسيركل، وعندنا جيت باي ودي بتريترن بس الباي، ودي فانكشن بتحسب الاريا ودي فانكشن بتحسب البيرمتر للدايره وبس. ده كلاس. قبل ما ابدا اشتغل عليه كلاينت كود، هل في حد ليه اي سؤال في الكلاس البسيط ده؟ الحمد لله ما حدش. نبدا نقوم عليه. عفوا دكتور، ما في ست للداتا يعني ست الاريا؟ الاريا ما فيهاش ست ولا اي حاجه، ده بتتحسب بس ريتيرن للباي. هي بتتحسب دي فانكشن بتتحسب. نعم تمام. يعني دي فانكشن اللي دول فانكشنز ما فيهمش ست كالكوليت. ما في ست. دي كالكوليت. ده احنا في الباي هو اللي قال لي اعمل جيت بس. عشان هي ثابت اصلا يا دكتور صح؟ نعم. عشان هي ثابت معروفه اصلا مش محتاجه من ناس صح؟ هو ثابت. هو هنا في السؤال كان الغرض ان انت تعرف تعمل بروبرتي جيت بس. فاهماني؟ نعم. وما تستخدمش الماس، يعني هو ما طلبش ان احنا نستخدم الماس ولا حاجه، هو عايز يقول لك تعرف تعملها. هي سهله، هي نفس الفكره. وهم عملوها هم عملوها كده. انت عايز تتعلم اللي هم بنوا بيه. فاهمني؟ الاسلوب اللي هم بنوا بيه. كويس جدا. ف لو انا عايز في الشكل ده ابدا اعمل الكلاينت كود بتاعي، تمام؟ هبدا اشتغل ازاي؟ اقول له سي بتساوي سيركل اول شكل، تمام؟ ممكن اسميها سيركل 1 مثلا، سير 1. ممكن اعمل سير 2، ممكن اقول له ايه؟ سيركل صح، وافتح قوس وابعت قيمه الار 2. ده اسلوب وده اسلوب. الاسلوب الاول ده انا خلاص استعان خليت الار ديفولت بواحد، خلاص اخدتها بواحد ولذلك قيمه الار تبقى بواحد. اما قلت له بقى سيركل 2 بتساوي سيركل وبتبعت له مثلا بلاش 2 خليها 3، خلاص القيمه هتبقى ايه؟ ان الار اللي هو نص قطر هيعمل معايا 3 سنتي المفروض، صح ولا ايه؟ نعم صحيح. ما زال السيركل 1 والسيركل 2 عندها حق تغير قيمه الار، ما زال. يعني اقدر اقول ايه؟ سيركل 1 بتساوي صح؟ اقول له فلوت واعمل له انبوت انتر ار او ايكوال فيرست سيركل مثلا. نفس الاطار اقدر اعمل نفس الكلام على السكند سيركل صح؟ نعم. واضح. ماشي. اخذنا القيمه. طبعا عشان اطبع انا اقدر اطبع بالسيركل 1 او سيركل 2 اقدر اجيب جيت الباي، لكن ما اقدرش اسيب الباي صح؟ يعني اقدر بس اقول له print سيركل 1 دوت اقدر اقول له جيت مين الباي صح؟ نعم. وكذلك نفس الجمله اقدر اعملها من سيركل 2 مفيش مشكله، لان ده جيت، لكن انا مش متاح لي الست، مش محتاجه كتابه كود باينه وان هي مش متاح لي الست. يعني بعد كده انا عندي الاريا والبيرمتر اقدر احسبه معني كده. اقدر اقول له print اقول له سيركل 1 دوت اريا، مانيش محتاج ان ابعت له حاجه، لكن هات بس كده مسج.
عشان اطلعه. البيرميتر وكذلك اقدر اطبع عليه نفس الكلام بس السيركل 2. بس خليها هنا صح كده؟ لو جينا عملنا ايه في 5 قال لي الار قلت له مثلا ب 5 قال لي الثانيه قلت له ب 6 قال لي سيك عنده بيت بي اي قال لي float object has no attribute good boy float object ايه السيرك اللي شافها float object ازاي؟ هو جاب بالظبط كام؟ مع اول get get by هو زي ده كانت حاجه غلط ولا بتاع؟ خليني بس ابص كده هو بيحسب اصلا الموديل ماشيه مظبوط ولا في غلطه ثانيه هي اللي معلقه الدنيا برجع اصلحها لك. انا تخيلت مش عارف اقرا اللي انتوا بعتينه عشان انا هنا نسيت اقول له دوت ار بتساوي لما عملت دوت ار لان انا فعلا باخد منه الار صح؟ وانا عندي الار انا كنت المفروض اقول له سيركل 1 دوت ار سيركل 2 دوت ار عشان يحط القيمه دي جوه الار لكن لما انا اخدت قيمه الفلوت على طول وحطيتها على سيركل 1 كامله هو عمل يعني ريبليس للتايب بدل ما كان نوعها سيركل لا بقى نوعها الفلوت اللي هي خارجه فبقى السيركل 1 بالنسبه له الرقم اللي انت دخلته فعمل ايه؟ اعاده تعريف للسيركل 1 من سيركل از كلاس اوبجكت الى فلوت فلا قلت له لا انا اسف انا كنت اقصد سيركل 1 دوت ار هتساوي الكلام ده سيركل 1 2 دوت ار هتساوي الكلام ده لان انا كده بقول له انتر ار يعني سهو يعني قلت له ماشي كنت 5 تاني 5 ب 6 قال لي ماشي بالنسبه للار من الفاريبل الاول هي قيمتها 3.14 من 100 هي برضه 14 من 100 من الثاني وبعدين حسبنا الاريا في السيركل بتاع 78.5 في السيركل الثاني كانت 113.14 من 100 البيرمتر كان هنا 78.5 برضه سبحان الله يعني الخمسه جايبه نفس الرقم في الاثنين ودي طبعا نفس الرقم اكيد في حاجه غلط يعني انا الكود في تكرار في الكود مش كاتب البيرمتر هنا قلت ايه ده هنا المفروض بنادى على البيرمتر مش بنادى على الاريا احنا لما خدنا كابيو بيست ما عدلناش اسم الفانكشن طب صعب جدا ان المساحه والمحيط يطلعوا بيساووا بعض وفي الرقمين ده يبقى كده اكيد في حاجه غلط في مؤشر ان الحسبه مش مظبوطه فطبعا هنا طلع لي 113.14 طلع لي 37.7 ماشي الحال طلع لي هنا 154 طلع لي هنا 44 ماشي الحال تمام والقيم بتاعتنا طبعا ده كانت فكره بسيطه جدا عن استخدام طبعا يعتبر برضو عملنا اكن عملنا ريفيجن لكل الاغلب المفاهيم اللي احنا اخذناها بس انا عايز اعلق على حاجه مهمه قوي حاجه اسمها الاكسس موديفايرز اكسس موديفايرز تمام موضوع الاكسس موديفايرز خلاص المهم في حد ليه سؤال في الحته دي او البروبرتي عامله له مشكله او اي شيء؟ انا واضح دكتور اكسس موديفاير عندنا حاجه اسمها برايفت
كل اللغات موجودة protected public. تمام. في ديفولت كمان بس خلينا في الاصل دول دلوقتي برايفت وبروتكتد وبابليك. في حاجه اسمها الاكسس موديفايرز موجوده في كل لغات البرمجه. البايثون بتلعبها لعبه كده يعني ماشي الحال. وفي حاجات انا ليه عليها تعليقات شخصيه بس انا يعني لو جينا بصينا على صوره يقول لي ان في عندي بابليك وبروتكتد وبرايفت ماشي الحال. ماشي القصه. قال لي الموضوع دوت احنا هناخده دلوقتي انا وانتم ببساطه لكن هجيله بتفصيل اكتر فيما بعد. ماشي ان شاء الله لما ناخد الانهيرتنس وكده هرجع تاني للموضوع ده واوضح بعض المعلومات. لكن خلينا نبص على الايه؟ على الفكره. بابليك وبروتكتد وبرايفت. اولا البرايفت لما نيجي نتكلم عليه البرايفت معناه ان انا اقدر اتعامل مع الشيء داخل الكلاس فقط. يعني الشيء ده ما حدش يقدر يوصل له غير الكلاس ذات نفسه. خارج الكلاس المفترض ما اوصلش. المفترض ان انا ما اوصلش. ولا كاوبجكت ولا ككلاس تاني ولا اي حاجه خالص. خلينا في اول نوع اللي هو البرايفت. برايفت بصراحه عندنا في البايثون بيتعرف بالاندرسكور اندرسكور. يعني هي عجيبه شويه بس هو ده النظام اللي هي البايثون شغاله بيه. دكتور يعني انت هسه الان عفوا الكلاس اللي انت عامله ديفولت ايش الديفولت؟ برايفت اللي هو ايش الديفولت مش فاهم. مثلا كلاس سيركل اللي اي حاجه بتعملها الديفولت بتاعها بابليك. يعني احنا مش وقت عملنا الار ديفولت ايش بابليك؟ بابليك. مش عملت الار؟ نعم عملت الار كده ما دخلتش في اي حاجه صح؟ ده معناه ان هي بابليك. والدليل ان ادي الاوبجكت اهو قدر يحط جواها قيمه ست وقدر يجت منها ما طبعناش الجت بس ممكن يقدر يطبع منها عادي صح؟ يعني لو جيت عملت كده بيطبع قيمه الار عادي يعني يقدر يسيبت ويقدر يجت ما عندوش اي مشكله من اي نوع. الفلوت زي السي شارب البرايفت هي الديفولت الكلاس. ما فيش مشكله يعني اللغات على حسب اختلافها بس هو في الاخر عندنا هنا في البايثون ان الديفولت هو البابليك. ان انت بلاقي طبيعيه تبقى بابليك ماشي؟ نعم. طيب البابليك دي معناها ان انا اقدر اوصل لها من اي مكان. خلينا في البرايفت. برايفت الاندر سكور اندر سكور دي معناها ان دي الشيء دوت ما حدش يقدر يوصل له من بره الكلاس ده. يعني انا اقدر جوه الكلاس استخدمه اهو قلت له ريتيرن سيلف دوت اندر سكور اندر سكور باي جيت باي قلت له برضه ريتيرن هنا بستخدم الاندر سكور اندر سكور باي عادي جدا لكن لان هي زي ما احنا قلنا حاجه اسمها ممبر اوف كلاس صح؟ هو عنصر من عناصر الكلاس فطالما واخد نوع برايفت اقدر استخدمه داخل الكلاس عادي. لكن اي حاجه ثانيه من بره ما تعرفش يعني ما اقدرش اجي من هنا اقول برنت اندر سكور اندر سكور باي. ما تيجي نجرب لو قلت اندر سكور اندر سكور باي المفروض اندر سكور اندر سكور باي دي برايفت صح ولا ايه؟ لو جيت عملت في خمسه قال لي انتر الار قلت له اي حاجه ثاني اي حاجه جيت ادخل قال لي ايه؟ سيركل اوبجكت هاز نو اتريبيوت اسمه اندر سكور باي مع انه موجود صح؟ موجود ولا مش موجود؟ نعم موجود موجود اهو زي الار. اشمعنى الار ما عملش فيها مشكله؟ الار طبعها بسته تاني عادي جدا ولما جه يطبع الاندر سكور اندر سكور ضرب لانه اعتبرها برايفت ما حدش يقدر يوصل لها. حاجه خاصه بالكلاس بس انا عاملها لنفسي جوه الكلاس بشتغل بيها لكن ما حدش يقدر يوصل لها تمام؟ ولذلك اعتبرها برايفت مع ان ليا تعليق على البايثون ان هو ما بيفهمش الحاجات دي بصراحه. يعني معلش يعني كلامه كونوا واقعيين رغم طبعا البايثون لغه وانتشار وبتاع
وهو ضغط كبيره، لكن هي مش قويه في الحته دي بصراحه. مش في الحته دي بس، كمان في عندها كذا مشكله ثانيه، لكن الناس بتستبسطها يعني. طيب هو على فكره رغم ان هي برايفت، رغم عشان بس ما حدش يقول ان انت قلت برايفت ومحدش بيقدر يوصل لها، هي بتقدر توصل لها. ليها اسلوب كده بنقدر نوصل لها، بنقدر نوصل لحاجات البرايفت دي، حاجه مش كويسه في اللغه يعني. تمام؟ ممكن الله اعلم مع التحديثات اللي بتنزل تتشال، لكن كنا بنعمل على طول نقدر نوصل للبرايفت. كمعلومه ليك يعني، بس بشكل كده مختلف، بس بنقدر نوصل للبرايفت. لكن خلينا في الوضع الطبيعي دلوقتي، ده اسمه برايفت. ماشي؟ ده اسمه ايه؟ برايفت. وبعرفه بايه؟ بعرفه اندرسكور اندرسكور. ده الايه؟ البرايفت. ومعناها ان الفانكشن دي او الشيء ده ما حدش يقدر يوصل له غير الايه؟ غير الشخص، غير اللي انا معرفه بس، فقط لا غير. طيب يعني جوه الكلاس بس، لما رجعنا للرسمه اللي احنا جبناها كده على طول مباشره، اللي هي برايفت في السيم كلاس، يعني جوه نفس الكلاس ماشي. طب لو في باكج، واحد يقول لي يعني ايه باكج؟ يعني مجموعه من الكلاسز والفانكشنز مع بعض. قال لك ما اقدرش يوصل. طب في السب كلاس، يعني ايه السب كلاس؟ هقول لك لما ناخد الانهيرتنس هتعرف. يعني كلاس وارث من كلاس، برضه ما تعرفش توصل. طب من اذر باكج اخرى غير الباكج اللي انا فيها؟ برضه لا. يعني ولا نفس الباكج ولا باكج اخرى ولا سب كلاس ولا اي حاجه، ما بتقدرش توصل من اي حته غير في السيم كلاس. السيم ايه؟ كنت المفروض ازود عمود كمان للاوبجكت، اقول لك برضه بيقدر يوصل من الاوبجكت، اقول لك لا مش بيقدر يوصل منه. في الاخر في السيم كلاس بس. ده البرايفت. فاهم؟ نعم. في حاجه ثانيه اعلى مرحله من البرايفت اسمها بروتكتد، اسمها بروتكتد. ماشي؟ ايه البروتكتد دي؟ بروتكتد يعني محمي، ويقصد بيها انك تقدر توصلها من نفس الكلاس، في نفس الباكج ماشي، زي ما نعرف على الباكج ان شاء الله، في نفس السب كلاس، يعني كلاس وارث من كلاس، هنتعرف على الانهيرتنس ينفع. لكن من الحاجات بره كده لا، حاجات بره ده لا. يعني طول ما انت في نفس الكلاس بتاعك او في نفس الباكج اللي انت شغال فيها، يعني انت بتعمل بروجكت عشان تنزل فيرجن جديد للناس، في الكلاس بتاعك والباكج بتاعتك والشغل بتاعك ده كله في السب كلاس اللي انت بتشتغلها، كل ده ماشي. لكن بره كده حد يستخدمها؟ لا. ماشي؟ نعم. تمام. بس هي اقل حمايه من البرايفت يا دكتور، صح؟ ايه؟ هي اقل من البرايفت، مش اقوى من البرايفت، يعني هي بين البرايفت والبابليك، دي معلومات يعني، ما اعرفش صح ولا غلط، حضرتك صحح لي. ايوه صح، ما هي بس انت بتقري الشمال يمين وانا اقرا من اليمين للشمال عادي. يعني اقول هي اقل حمايه من البرايفت، ممكن اقول هي ايه؟ هي اوسع امكانيات من البرايفت، نفس المعنى صح؟ يعني هي بتدي سماحيه اكتر. تمام ماشي. سماحيه اكتر، ممكن اقول ان هي ايه؟ يعني اقصد ان هي صح، يعني الاثنين صح، بس واحد بيقرا كده واحد بيقرا كده مفيش مشكله. ان انا اقول هي اقل حمايه من البرايفت صح، وانا اقول ان هي بتدي امكانيات اعلى من البرايفت برضه صح، نفس المعنى مفيش مشكله. لان هي فعلا البرايفت مقفله في كله الا السيم كلاس. البروتكت قالت لك لا، وممكن نفس السب كلاس ماشي والسيم باكج ماشي. البابليك كله احنا عارفينه. طب بس تعالى البروتكتد الاول، البروتكتد بتعملها اندر سكور واحده. البروتكتد اندر سكور ايه؟ واحده. يبقى الفاريبل اللي قدامه اندر سكور اندر سكور، بعرف ده برايفت. اللي قدامه اندر سكور واحده، بعرف ان ده ايه؟ بروتكتد. بتعامل معاه جوه الشغل بتاعك كانه بابليك، بس اي حد من بره بيتعامل معاه كانه برايفت. عايز ابص على حد يكون بيدينا افضل. المهم دكتور، يعني مثلا حبيت مثلا اغير هذه مثلا الميثود بنطبق عليها مثلا، اكيد زي هيك يعني بابليك وبرايفت وبروجكت، مزبوط؟ طيب مثلا الميثود بنحط لها برضه اندرسكور اندرسكور برايفت. نفس الكلام. طيب مثلا بدي اغير الميثود، يعني صرت مستدعيها وعملها، بدي استدعيها في سب مثلا باكج او سب كلاس، بدي اغيرها، بدي احط ارجح مثلا اندرسكور وحده او اشيلها، ولا لازم نفسها عادي لو كتبت اندرسكور كتبت تحت قبليها بابليك مثلا، بظبط؟
بينفع؟ ما فيش قبلها تكتب بابليك ولا اي حاجه، هي لا من خلال هيك هي من غير اندرسكور بابليك هتحط واحد اندرسكور هتبقى بروتكت، تحط اثنين اندرسكور هتبقى برايفت. يعني لازم اكون عارف ايش اللي بدي اياه بالضبط، يعني الميثود. للاسف تمام. غريبه ايوه، هي غريبه شويتين غريبة، بس هو ده النظام اللي موجود فيه. في البايس خليها بابليك كله وخلاص. لا ماشي الحال المفروض، يعني يعني لو انا عايز اضيف حاجه تانية اقول سيلف دوت اندرسكور واحده تمام، ومتعمل حاجه اسمها نيم، وانت قايل مثلا ده اسميها سيركل 1 مثلا، او مثلا اخليها نيم وابعت لها هنا مثلا حاجه اسمها نيم وابعت لها نيم مثلا، وباي ديفولت النيم دي هيبقى اسمها سيركل 1 ده الديفولت يعني مثلا، عادي جدا زي الار تبعته او ما تبعتهوش، وتقدر ايه تتعامل معاه. طب انا هعمله ايه؟ باندر سكور واحده صح؟ نعم. هل اقدر اوصل له من هنا ولا ما اقدرش؟ نعم ها. نفس الكلاس اقدر اوصل له عادي. لا لا مش ده مش نفس الكلاس، ده اوبجكت من الخارجي اهو. لسه هو تحت اقدر اوصل له عادي. الدليل ما انا هحط سيلف دوت اندر سكور نيم وبتساوي نيم عادي. ممكن اعمل ريتيرن جيت نيم وعادي كله يوصل عادي. لكن كله بص جوه الكلاس اي حاجه تمشي برايفت بروتكتد بابليك كله ماشي الحال، ما عندناش مشكله في ده. نعم واضح. بلاش تشيلها من دماغك لان دي اساس يعني ما فيهاش اي مشكله خالص. لكن انا هنا اقدر، هل انا اقدر اوصل هنا للنيم للنيم بتاع ال يعني اقدر اقول مثلا سيركل سيركل 2 دوت اندر سكور نيم بتساوي هخليها غير اسمها خليها سيركل 2 ينفع؟ ينفع. واقدر كذلك اطبعها، يعني اقدر نفس الكلام اقدر اقول له ايه؟ طبعا دي خلاص عرفنا ان مش هتطبع دي لان دي برايفت صح؟ لكن اقدر اعمل كده. مش عارف الوقت بيجري بسرعه ليه مش فاهم. لا حول ولا قوه الا بالله. تمام؟ لو جيت عملت كده رن 5 و6 بقى اسمها ايه؟ لما طبعت سيركل 2 عادي صح؟ ولو بنطبع الاولانيه هتلاقيها على الديفولت سيركل 1 صح؟ لو بنطبع اللي هي الاولانيه ما غيرناهاش فهي تفضل سيركل 1 الديفولت بتاعها. كان الاولانيه سيركل 1 والثانيه سيركل ايه؟ سيركل 2 صح؟ نعم. يبقى البروتكتد عادي. طيب عشان اقدر اوصل في حته البروتكتد والبرايفت والبابليك وافهمها كويس واشوف امثله واقعيه عليها، لازم نوصل لفكره الباكج صح؟ وفكره السب كلاس عشان اشوف عملي بعينيا الحاجات دي بتتشاف ولا ما بتتشافش؟ الحاجات دي بتتشاف ولا ما ايه؟ ما بتتشافش. فاحنا السب كلاس عشان نبقى واضحين هناخده ان شاء الله في اول موضوع الانهيرتنس اللي هو الليفل الثاني من الاوبجكت اورينتد، يعني ده بالنسبه لنا هيبقى جزء مهم يعني. تمام؟ طيب لكن عشان اوصل لمفهوم الباكج افهم اوصل لمفهوم الباكج، مفهوم الباكج مفهوم مهم ولذيذ، وكذلك في مفهوم قبل الباكج لازم نعرفه اسمه الموديولز. تمام؟ الموديول احنا عملنا امثله قبل كده كتير جدا، عملنا امثله قبل كده كتير 120 مثال عملناه لغايه دلوقتي الحمد لله بفضل الله. ف احنا قلنا بس دي البروتكتد ما تنسوش دي اندر سكور واحد، البابليك نو ايه؟ مش اندر سكور لكن برايفت تو خلاص، والبروتكتد واحده والاندر والبابليك نو اندر سكور بس تعرف بشكل. اللي انا عايز اقوله ايه بقى؟ الموديول مفهوم بسيط وجميل، هو تجميع المجموعه من الفانكشنز او كلاسز موجوده اقدر استغلها. فانا لو رجعت وجيت قلت له انا مثلا بعد اذنك عايز اعمل اوبن
ورجعت كده باي انا وظروفي على اي مثال. مثلا لي مثال 97 كنا معرفين في الصم بتاخد اي صم صح مثلا، و98 نفس الكلام مثلا 99 انا ايه اللي بعمله؟ عايز اجيب حاجه يكون فيها شويه فانكشنز يعني. مثلا دي حلوه دي، لا دي فيها فانكشنز اللي هي اسمها السم والافريج والستاندرد ديفيجن والسي في. حلوه قوي دي، ده اكزامبل 94 ماشي. الاكزامبل ده الفايل ده لما نيجي نشوفه كان في فانكشن واثنين وثلاثه واربعه، ممكن يكون اكثر بكثير، رغم ان هو معاه هنا شويه ايه؟ شويه ايه؟ كلاينت كود، كلاينت كود صح؟ فانا هاجي بعد اذنكم هو عامل سيف از، اقول بقى ايه؟ واسميه ماي فانكشنز ماشي؟ ملف خالص ثاني سميته ايه؟ يا شباب سميته ماي فانكشنز، وهشيل منه مش عايز انا الكلام ده خالص. انا كل اللي انا عايزه منه هما السم والافريج والستاندرد ديفيشن والايه الفارينس وخلاص. دول اربعة خمسة فانكشنز انا عاملهم وعايز اتعامل معاهم كانهم موديول كده او موديول انا يعني عملته وعايز استغله في برامج اخرى، عايز استغله في برامج ايه؟ في برامج اخرى. احنا عارفين المكان بتاعه، ركزوا معايا. وجيت عند اكزامبل عملت بقى اكزامبل 121 عادي جدا، مسح كل الكلام اللي موجود ده. انا دلوقتي بتكلم على الموديول، الموديول جوه الايه؟ جوه الاوبجكت بتاعت البروجرامينج. الموديولز تجميعه انا بقدر استغلها. بعملها ازاي؟ بعمل امبورت، كلمه امبورت وسبيس واستدعي الموديول بتاعي. الموديول بتاعي بيبقى اسم الفايل، اسم الفايل يعني انا سميته ماي فانكشنز صح؟ تقريبا سميته ماي فانكشنز صح؟ لازم يكون نفس الباث الموجود فيه للبروجكت حاليا لكن نقدر نغير ده. طيب كويس، تمام. نغير ده لما نعمل باكج بقى، ونعمل باكج ممكن كمان نعمل لها سيت اب، ممكن نحطها تبقى عامه يعني، ممكن نبدا نعمل ده. بس هي دلوقتي كده مديول في شويه فانكشنز انا حاطه على جنبه وعايز استدعيه واشتغل عليه، سواء كان في كلاسز، كان في فانكشنز، كان في اي حاجه انا بستدعيها واشتغل عليها. زي ماس انا بستدعيه وفي شويه حاجات بشتغل عليها. طب انا عامل شويه فانكشنز حتى لو اقل من ماس مش مهم، بس لو انا عايز ازود هزود صح ولا ايه؟ وعايز استدعيهم. فمثلا ممكن اقول له ان هو بتساوي، واقول له ايه؟ لود على انبوت وانتر نفس الاسلوب. احنا جايين بس الناس واخده بالها، احنا دخلنا في موضوع اسمه الموديل علشان ايه؟ اوصل بالفكره للباكج، ومن الفكره بتاعت الباكج اوصل لايه؟ لفكره ان اوريكم البروتكتد، وبعد كده اعلى واوريكم ايه؟ ان شاء الله الانهيرتنس. طيب حلو جدا. انا الوقت عايز استخدم كان في عندي فانكشن اسمها السم، انا ما اتذكر يعني اللي هي احنا عملناها في ماي فانكشنز. عند السم بتاخد ثلاث ارقام وبترجع لك المجموع وخلصنا صح؟ تعال نجربها دي، بس نجرب دي. عرفت انا سم بتساوي، قلت له سم بعت له ال N01 وال N02 وال N03 حطهم في عشان بس الاسم ما يتكررش معايا، وهبرنت السبمشن. ماشي 5 و5 و5 انا عارف ليه
قال لي بس هو الموديول بتاع الصم فيه مشكله، ولان انا كنت متخيل انك انت هتاخد تو ارجمنتس. ده هنا حصل حاجه اسمها نيم كونفليكت. نيم كونفليكت يعني ايه؟ يعني كلمه صم دي اصلا موجوده اصلا في البايثون. هو اشتغل على الموجوده في البايثون، اشتغل على الموجوده فين؟ في البايثون مش دي. فانا عشان اميزها له اقول له لا انا عايز اللي هي من ماي فانكشنز خلاص دوت سم. بص طلعهم لي هم السم الستاندرد ديفيجن والسي في والافريج، صح ولا لا؟ ليه؟ لان هو عنده سم فهو كده هيبدا يحصل له كونفليكت. الموضوع ده ساعات بيسمى في لغات البرمجه اسمه النيم سبيس. اسمه النيم ايه؟ النيم سبيس، على اساس ان بيحصل مشاكل في التسميه، وده بنعالجه بان احنا نكتب الفول نيم ماي فانكشنز دوت سم. وبعد تاب وجيت اجرب تاني قلت له ماشي 5 و5 و5، قال لي المجموع 15. قلت له مش مصدق انت كده عملت بقى باكج الشغل بتاعك فانكشنز اف لوحديها والكلاينت كود بيتكتب ايه؟ كتب لوحده، صح ولا ايه؟ طيب انا بعد اذنك لو حبيت اجرب بقى الشغل، يعني اجيب الافرج مثلا اي في جي، وهنا هنلعب مين؟ الاي في جي. الاي في جي بتاخد مني الصم اللي هو العدد اللي هو 3، ممكن اطبع عليه الاي في جي ورن. طبعا 5 و6 و5 طلع لي ادي السم 16 وادي المتوسط 5.3 من 10 بسبب الكود اللي احنا كنا كاتبينه بنعيد استخدامه، وده مفهوم مهم جدا في الاوبجكت اوريتد، اعاده استخدام الكود اللي انا عملته. انا مش عملته عشان كل مره اكتبه في كل ملف، انا عملته خلاص وركنته الفانكشن اللي اكتبها وشيك عليها وما